السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع يوسي اللي كان عزيز عليه التريب والمغامرات، وكان عزيز عليه يكتشف قبائل جداد ويقلب على الكنوز في الغابات المهجوره ويمشي للبلايص اللي ما يقدرش يوصلهم بنادم. فاش كان غادي في الرحله ديالو غادي يتلاقى مع واحد الدري سميتو ماركوس، وغادي يولي صاحبه حيت بجوج كانت جايه معاهم نفس الهوايه وهي يكتشفوا البلايص الغابره. فاش وصلوا لواحد البلاصه سياحيه غادي يتلاقى ماركوس صاحبه القديم سميتو كيفين، وغادي يعرفوا على يوسي وغادي يقربوا بثلاثه يتجمعوا ويديروا فرقه ويعيشوا المغامره مجموعين. وصلوا لواحد البلاصه سميتها لاباز في بوليفيا، وغادي يبدا يوسي يتسركل بوحدو باش يكتشف هاد البلاصه. وغادي يتلاقى واحد خونا سميتو توماس اللي غادي يعرفوا على راسو وغادي يعرض عليه واحد المغامره في الغابات ويكون هو الجيد ديالو. وغادي يوري ليوسي تصاور ديال واحد القبيله مجهوله ما عمر شي واحد وصلها ولا سمع عليها شي اخبار، وواحد الغابات ما عمر شي واحد وصلهم. وباش يقنعو قال لي هاد البلاصه عامره بالكنوز والذهب، وغادي يوافق يوسي باش يمشي معاه. فاش رجع عند صحابو وعاود لهم على العرض اللي عطاه توماس ما غاديش يوافقوا عليه. وفاش بقى يوسي كيطلب فيهم قالوا ليه لقينا مع توماس. فاش تلاقاو بتوماس قدر يقنعهم وغادي يوافقوا باش يمشيو معاه. مشاو لواحد الحانوت وتقداو داكشي اللي غادي يخصهم في هذه الرحله، وغادي يقول لهم كيفين غادي نحتاجوا شي خريطه ندوها معنا، ولكن توماس قال لي لا راني حافظ البلاصه مزيان. حطوا تليفوناتهم وداكشي اللي ما غاديش يحتاجوه وغادي يشدوا الطياره لواحد البلاصه سميتها ابولو. مع وصلوا ليها غادي يقصدوا الغابه باش يبداو المغامره ديالهم. فاش وصلوا للغابه لداخل طاحت عليهم الظلمه، وغادي شعلوا واحد العويفيه وشدوا على ستون، وبدا كيعاود لهم توماس على القبيله المجهوله باش يحمسهم في هذه الرحله. وقال لهم هذه القبيله من الطريقه ديال المعيشه ديالهم كيبانوا ومن العصر الحجري، ولكن الطرق اللي كيخدموا بها مطوره بزاف عليهم. لغد ليه فاش كملوا في الرحله ديالهم بدا كيبان عليهم العيا وبالاخص ماركوس، وغادي تزيد تصعب عليهم القضيه ملي غادي يخبر عليهم توماس حيت كان هو الجيد ديالهم وبلا بيه ما يقدروش يكملوا هذه الرحله. شويه غادي يسمعوا صوت حيوان جي جيتهم وغادي يشدهم للارض، ولكن من الزهر غادي يطلع غير واحد الراجل جار البقر ديالو. كملوا الطريق ديالهم وغادي يتلاقاو بتوماس، وغادي يوصلوا عند واحد القبيله عايشين في الغابه. فاش بداو كيشوفوا في المعيشه ديالهم عجبهم الحال ديك البساطه اللي عايشين بها. فاش طاح الليل غادي يدوزوا معاهم الليله ويكتشفوا العادات والتقاليد ديالهم، وغادي يدوزوا وقت زوين معاهم. الغد اللي كملوا الرحله ديالهم ووصلوا للواد، وبدا يوسي كيقلب على الذهب وغادي يلقى واحد الطريف صغير، وغادي يصوروا كيفين واحد التصويره مع الوراق ديال الشجر اللي كان كيطير بسبب البرد. كملوا الطريق ديالهم في الغابه وغادي هي ماركوس وما بقاش قاد يزيد، وغادي جلسوا في واحد البلاصه يستريحوا فيها ولقوا رجلين ديال ماركوس واكلين لصاق بسبب الطريق والرطوبه. وقالوا له يوسي وكيفين غادي ينزلوا لك الساك ديالك باش تقدر تكمل معنا. وغادي اقترح عليهم كيفين يصايبوا شي حاجه كتشبه لباركو ويكملوا في الواد بلا ما يمشوا على رجليهم، وهكذا ماركوس غادي يكمل معاهم بلا ما يرجعوا ويلغيوا الرحله ديالهم. ولكن توماس ما عجباتوش الفكره وكان متردد. الدراري بداو كاملين متعاونين وبداو كيصاوبوا في باركو، وفي الاخر قدروا يصايبوه ولا واجد باش يمشيو به. توماس قال لهم ما ديروش شي حاجه حتى نقولها لكم حيت الواد واعر. ركبوا وبداو غاديين وكان الواد مكالمي. شويه بداو التيارات في الواد وبدا الباركو كيخدخد فيهم، وكان توماس كيقيدي فيهم باش يوصلهم للطريق الامنه. بقاو كيضربوا حتى غادي يخرجوا من الواد، وقال لهم توماس هاد الليله غادي نباتوا هنا باش نرتاحوا والغد لي غادي نكملوا الطريق ديالنا. ولكن الدراري كانوا كاعيين حيت كانوا باغيين يكملوا، وحيت توماس هو اللي عارف الطريق غادي يضطروا يجلسوا معاه. الغد لي غادي يجمعوا الباجاج باش يكملوا في الطريق ديالهم، ولكن توماس ما بغاش يمشي في الواد وقال لهم غادي نكمل الطريق ديالي في الغابه. وغادي تقسم الجروب على جوج، توماس وماركوس غادي يمشيو على رجليهم، اما يوسو كيفين غادي يكملوا طريقهم في الواد. قسموا الكاش بيناتهم باش كل واحد يكمل في الطريق ديالو، وقبل ما يكملوا في الواد غادي يحذرهم توماس وقال لهم كاينين شي بلايص فيهم تيارات واعره، وقال لهم حاولوا تجنبوهم حيت الا كملتوا في ديك الطريق تقدروا تموتوا. شويه غادي يودوا بعضياتهم وكل جوج غادي يمشيو في الطريق. يوسو كيفين ركبوا في الباركو وغادي يكملوا طريقهم في الواد، بقاو غادي مرتاحين وكيتمنظروا. شويه غادي يلقاو راسهم في البلاصه ديال التيارات اللي قال لهم توماس. بقاو كيضربوا جنب باش يخرجوا للضفه الاخرى، وحيت التيارات كانوا مجهدين جراتهم السرنيفه. التيارات غادي تجرم لواحد الصخره وغادي يحصلوا فيها. كيفين قال ليوسي ما عندناش حل اخر غير نضربوا تدراع حتى نخرجوا من الواد. كيفين تلاح وبدا كيدرع وقدر يوصل للضفه الاخرى، وما بغى يتلاح يوسي التيارات كانوا مجهدين وغادي يجروه لتحت، وغادي يبعدوه على كيفين وبقى مقاتل حتى غادي يوصل للضفه الاخرى. ولكن غادي تبلطوا حيت كاع داكشي اللي كانوا جايبين معاهم مشى مع الواد. يوسي غادي ينعس من كثره العياء اللي داز عليه، وغادي يضربوا الفيق على الصوت ديال القراعي اللي كانوا في الساك ديالو. ضرب على الساك ديالو في الواد وغادي تلاح عليه وغادي يجبدو. فاش بدا كيقلب في الساك لقى واحد القرعه ديال الدواء ديال توماس، وكان كاتب عليها سوبرمان، وكانت هي اللي كتعطيه الانرجي باش يكمل في الرحلات ديالو. وغادي يضرب يوسي واحد جوج حبات وكمل الطريق ديالو. بقى كيدور وكيقلب على كيفين، ولكن ما غاديش يلقاه وغادي يحس بالتحنسير، وغادي يخلي ليه رساله فوق من واحد الصخره باش الا جا كيفين يعرفوا مين داز. يوسي غادي يكمل طريقه باش يوصل لاقرب قريه ليه. ومن بعد 6 ايام ديال الطريق يوسي كان عنده الامال باش يلقى الطريق ديال الخروج، وغادي يلقى واحد الفواكه طايحين في الارض، وغادي يطلع للشجره الفوق باش يجمع بزاف منهم. وما قرب يوصل الفوق غادي يلقى واحد الغار ديال اللفعه وغادي يطيح من الفوق،
وحيت يوسي كان محتاج ياكل باش يبقى عايش، غادي يطلع لديك اللفه وغادي يقتلها وغادي يجمع شي بركه من الفواكه ويكمل طريقه. يوسي فاش وصل لواحد البلاصه غادي يقنع راسو باللي غادي يجي شي واحد ويلقاه وباللي ما خاصوش يستسلم. يوسي فاش كان ناس غادي يسمع ماركوس كيعيط عليه وغادي يضربو الفايقه. فاش شال البيل ما غادي يلقى والو حيت كان غير كيتخيل، وهادشي من كثره العيال اللي فيه ومن الوحده اللي عايش فيها. يوسف اشفى غادي يكمل الطريق ديالو وغادي يلقى واحد الجدار ديال الشجره مقسوم بمنشار، وعرف باللي كاين شي قريه قريبه من هنا ويقدر يتصوف فيها. فاش وصل القريه لقاها كامله ريبه حيت موليها خوها شحال هادي. شدو الاكتئاب وغادي يفتح الخريطه وبدا كيقلب على اقرب قريه ليه ولقاها بعيده بزاف وما يقدرش يوصل لها. وفاش حيد القاشر ديالو غادي يلقى رجليه ولاو بحال ديال ماركوس، وغادي يحس بالمعاناه اللي كان كيعاني ماركوس، وكان كيحساب ليه باللي غير كيمثل ليهم وما باغيش يكمل معاهم. الغد لي يوسف فاش كمل في الطريق ديالو غادي يبانوا ليه واحد الاثار ديال الصباط باقيين جداد، وغادي يفرح وبدا كيعيط على صاحبو كيفين، وغادي يتفاجئ ملي لقاهم غير الاثار ديال الصباط ديالو وبلي هو غير كيبيضر في هاد الغابات بوحدو والسلسله طايحه. في نفس الوقت واحد الراجل وولدو من القريه وغادي يضربوا على كيفين ناس جنب الواد وغادي يهزوه ودوه للقريه ديالهم. فاش تعالج كيفين ولا بخير غادي تلاقى بالكابتن ارماندو وغادي يسولو واش لقاو يوسي ولا لا، وغادي يطلبوا باش يعاونو ويقلبوا عليه. كيفين غادي يركب في الطياره باش يقلبوا على يوسي وسط الغابات، وحيت الشجار كان كثير والطياره عاليه بدا كيعيط على يوسي ولكن ما قدروش يشوفوه. فاش رجع كيفين للقريه عند ارماندو قال لي الطياره كانت عاليه وما قدرناش نشوفو، وغادي يطلبوا باش يقلبوا عليه وسط الغابه. ارماندو قال لي غير انت راه دازت 3 سيمانات على الغيبه ديالو وراه مستحيل يبقى عايش وسط الغابه بلا ماكله، ولكن كيفين ما غاديش يفقد الامل وكان متيقن بلي يوسي مازال حي وقال لي غادي نمشي نقلب عليه بوحدي. ارماندو كان خايف عليه يموت حتى هو وغادي يصيفطو عند واحد خونا سميتو تيكو باش يمشي يقلب معاه. كيفين مشى عند تيكو وطلب منه باش يعاونو في التقلاب على يوسي، وكان تيكو من السكان الاصليين ديال القريه وكان حافظ الغابه شبر بشبر. ركبوا في الباركو ديالو وبداو غاديين كيقلبوا عليه. يوسي وصل للمرحله ديال الباتري فاب وغادي يطيح في واحد الواد ديال الطين، ومن كثرة العيال اللي فيه مبقاش قاد يزيد وغادي ينعس في الواد. فاش ضرباتو الفايقة غادي يشد في الوراق ديال الشجر وبقى كيتلف في زارو باش يخرج من الغيس، وفي الاخر قدر يخرج ولكن الساك ديالو بقى حاصل تماك. وحيت يوسي وصل لفان ديال العيا غادي يمشي يحذو واحد الشجره وغادي يحيد حويجو، كانت عامره بالنمل وبدا كيزعزع فيها وهود داك النمل وبدا كيعض فيه، ودار هادشي باش يطلع الادرينالين وقدر يكمل. يوسي غادي يبقى مقاتل حتى غادي يوصل للواد، وغادي يرسم واحد العلامه بالعواد ديال الشجر باش الا دازت شي طياره من الفوق يشوفوا العلامه ويقدروا يعاتقوه. وصل نهار 19 وكان تيكو كيفين كيقلبوا عليه في الواد، وصلوا للبلاصه اللي كان حاط فيها يوسي العلامه ولكن ما غاديش يلقاوه، وغادي يركبوا في الباركو باش يكملوا الطريق ديالهم، وكان يوسي ناعس قريب من تما. يوسف سمع الصوت ديال الموتور بقى مقاتل باش يوقف ويعيط عليهم، ومن الزهر ديالو كيفين غادي تلفت وغادي يشوفو، وغادي تلاح ليه كيفين وغادي يعنقو، وما كانش يوسي مطيق راسو. هزو معاهم في الباركو ودو للقرية، وكانوا كاع الناس ديال القرية متفاجئين كيفاش حتى يوسي بقى عايش من بعد هادشي كامل اللي داز عليه، وكانت شي كامل بحال المعجزة. وهكذا سالت القصة ديالنا اللي كانت قصة حقيقية، والعبرة منها هي عرف تختار صحابك حيت الصديق هو وقت الضيق. السلام عليكم.